مساء الخير. موسم الهجرة إلى أوروبا، رواية جديدة عن التغريبة اللبنانية بقلم نجيب محفوظ ميقاتي. وبعد تصنيفه على قائمة أثرياء العالم، من المتوقع تصدره على لائحة أقصر قصة: تهجير اللبنانيين وتوطين النازحين. ففي موقف ملتبس توقيتا ومضمونا، فجر ميقاتي قنبلة الهجرة الانشطارية نحو القارة العجوز، وأعلن أنه بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ومع انضمام لبنان إلى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين، سيفتح المجال أمام اللبنانيين للهجرة الموسمية إلى دول الاتحاد الأوروبي للعمل هناك موسميا، لينعم اللبنانيون برؤساء عظماء. واحد فتح أمامهم خيار الهجرة الموسمية، وثان سبقه إلى الهجرة الطوعية من جهنم وبئس المصير. لكن أهمية كلام رئيس الحكومة اليوم أنه يأتي عقب كواليس لقاء الإليزي وما تلاه من استقبال رئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية. والموقف صدر عن سابق تصميم في تهجير اللبنانيين إلى مواسم العز، بتل تهديد دول الطوق الأوروبي بترحيل النازحين على قوارب الهجرة المعاكسة. أما شعب لبنان اليتيم وبعد تصنيفه الأتعس في العالم، سيدخل قائمة الطيور المهاجرة من فئة اللقلق وربما المعرضة للانقراض على ضفاف بحيرات البجع. وشر البلية السياسية ما يفضح الانحطاط الأخلاقي والإنساني في مجتمع تسيطر على جيل شبابه وقصاره شبكات الاستدراج إلى أفخاخ الدعارة الإلكترونية والإدمان على ألياف التواصل الاجتماعي. وفي جديد عصابة التيك توكرز، تحديد وكر الرأس المدبر والممول، وهو لبناني مقيم في إحدى الدول الخليجية، وارتفاع عدد الموقوفين إلى 8 بينهم طبيب أسنان. وإلى خطوط التوتر العالي بين الجبهتين غزة والجنوب واللعب على حبال الأوراق الدبلوماسية بين لبنان وتل أبيب، أنهى الجانب اللبناني تعديلاته على الورقة الفرنسية المعدلة جينيا في المعامل الإسرائيلية، والتي تسلم نسختها باللغة الإنجليزية، ما أثار ريبة الرئيس نبيه بري. وأفادت مصادر للجديد بأن لبنان سيسلم الرد الرسمي في الساعات المقبلة للسفارة الفرنسية. ومن قصر الصنوبر إلى غرف التفاوض المغلقة بين تل أبيب والمقاومة الفلسطينية، حيث تردد أن الساعات المقبلة حاسمة للتوصل إلى اتفاق. وتحدثت معلومات عن وصول ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن غزة، في حين نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مصريين أن إسرائيل أمهلت حركة حماس أسبوعا للموافقة على صفقة تبادل، وإلا فإنها ستبدأ عملية رفح، ليتولى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي منتهي الصلاحية إعلان أن الحرب طويلة ومصممون على مواصلتها. وعلى حروب الأحياء الصغيرة، رصد الرادار الإنترنت غير الشرعي وفتح باب وزارة اتصالات على إطلاق حملة لقوننة الإنترنت بهدف تحصيل إيرادات للدولة، وهي عملية شائكة وصعبة، خصوصا أن شبكة الإنترنت تتألف من موزعي أحياء يقارب عددهم 2000. وقال وزير الاتصالات جوني القرم للجديد أن هناك خطة لإزالة الاحتكار مردودها سيكون إيجابيا على المواطن والدولة معا، بحيث يصل إلى الخزينة ما يقارب 60 مليون دولار سنويا، ويحرر المشتركين من مافيات الشركات غير المرخصة وموزعي الأحياء. واعتبارا من 8 أيار سيبدأ تطبيق القرار الذي سينتشل المشتركين من رزمة المحتكرين الذين تحولوا إلى زمرة. ولهؤلاء موعد في رادار النشرة مع الزميل هادي الأمين.